فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، الحل المحاضرة الثانية في أصول الفقه. أصول الفقه قد بينا قبل ذلك هذا العلم علم شريف جدا، وهذا العلم ترتكز عليه العلوم، ليست المسألة على الفقه فقط، وإلا فحقيقة الأمر أنك لن تجد فقيها عاريا عن أصول الفقه، وأيضا لن تجد محدثا لا يحتاج إلى أصول الفقه، ولا مفسرا ولا صاحب عقيدة سديدها على عقيدة السلف إلا وقد أتقن أصول الفقه. أصول الفقه علم عظيم جدا، علم غني، علم كل العلوم تحتاج إليه. ونحن ما يعني طلب منا الإخوة لأنه يبتدئون فقط في الأصول، فقلنا نيسر عليهم بتيسير الوصول إلى قواعد أصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المنعم بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. فللحنابلة منا في عنقنا وأعناقنا، ولابد أن نفي لهم كما فعلنا مع الشافعية في الورقات وفي أيضا جمع الجوامع وغيرها من الكتب التي تكلمنا عنها. وصلنا في كلام المصنف هنا إلى الباب الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في الحكم ولوازمه. الباب الأول في الحكم ولوازمه، والتأصيل في ذلك هو الحكم والكلام عن اللوازم. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا إبراهيم، يسر الله لك أمرك حبيب. في الحكم ولوازمه، ولوازم الحكم المراد باللوازم على ما قال أركانه الحاكم والمحكوم والمحكوم فيه، وأيضا الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، نعم، وأيضا الرابع هو الحكم نفسه في هذا الباب. اللهم أمين. هذا لوازم الحكم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه والنظر فيه، لأنه هذا حكم شرعي مهم جدا في هذا الباب، لأننا سنرى بأن أي حكم شرعي لابد له من إيش؟ من دليل. ولذلك نحن نقول ونطالب المذاهب بأسرها إذا أتت بحكم شرعي، ونقول لهم الحكم الشرعي يفتقر إلى الدليل. أين الدليل؟ فقط هو ده الذي لابد أن يقال، لأن مناطات الأحكام كما قلنا وأصل مدارك الأحكام الأدلة، وكما قال الشافعي: مدرك الأحكام نص ومعنى، مدرك الحكم نص ومعنى. فأنت في كل حكم سيأتي لابد أن تقول له أين دليله، أين دليل هذا الحكم. عامة أقول الحكم لغة معنى المنع، الحكم لغة معنى المنع والقضاء. قل حكم الله في مسألة كذا، يعني قضى الله تعالى في مسألة كذا بكذا. حكم الله في مسألة المطلقة ثلاثا أنها لا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر وطلقها دون اشتراط أو دون اتفاق مسبق. نعم. في قولي والحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب. طبعا في حدود، طبعا الكلام كما قلنا على مسألة المناطق، والحد يعني في اللغة والمنع، وسمى البواب أو سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول، وهو الوصف المحيط اصطلاحا، أن الوصف المحيط بموصوفه، بالمعنى أنه لا يدخل غيره ولا يخرج منه ما هو منه. يعني المنع، يعني الأصح في ذلك أن يكون الحد في التعريف أن يكون جامعا منع، أن يكون جامعا منع. هو أراد أن يقول كذلك، لذلك هو بيقول أنا يعني لن أتبع أحدا في تعريف الحكم كمن عرفه بأثره، كمن عرفه بثمرته، حتى لا يكون هناك اعتراضات وانتقادات، ويكون التعريف يعني جامعا منعا. هو يريد أن يفعل ذلك ويقول ذلك، لذلك تراه أنه قال الحكم هو قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. وهذا لا يبعد كثيرا عما سنبينه ونتبناه من تعريف الحكم. فهو يقول الحكم هو قضاء الشارع، وقضاء الشارع يعني حكم الشارع، والشارع هنا هو الله جل وعلا والمشرع. قضاء الشارع يعني قضاء المشرع سبحانه جل وعلا، هو المشرع. وسيأتي الكلام على ذلك، أنه بيّن أنه يتبرأ من أن يقول بأن النبي مشرع، وقال والحاكم هو الله. وشوف هو أيضا
لما تكلم متنا قال والرسول، يعني الحاكم هو الله، قال والرسول مبلغ مبين عن الله جل في علاه، ليس مشرعا. فهو قضاء الشارع يعني حكم الشارع، قضاء الشارع على معلوم بأمر ما، نطقا أو استنباطا، نطقا أو استنباطا. فنقول وقضاء الشارع كقضاء الله جل في علاه في قضاء الله جل في علاه في المرأة التي حاضت أن زوجها لا يأتي حالة كونها حائضا، قضى الله بذلك حين قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا كما قلنا في قضاء الله جل في علاه. فقضاء الله في هذا الباب هو حكم الشارع، حكم الله جل في علاه في المسائل التي أو في العبادات التي حكم الله فيها أو في المسائل التي حكم الله فيها سبحانه جل في علاه، فتولى الحكم فيها تصريحا في الكتاب أو مبينا في السنة. نعم، قضاء الشارع أو هو قضاء الله جل في علاه، لأن الشارع حقيقة هو الله جل في علاه. على المعلوم، على معلوم، المعلوم هنا هو المكلف، المعلوم هنا هو المكلف، على معلوم هو المكلف، مكلف سواء مكلف أو سيكلف، فهذا قضاء الشارع على المكلف. فالمعلوم هنا المقصود به المكلف، وسيأتي أنه هو المحكوم عليه، فسيأتي المكلف وضوابط التكليف في هذا الباب. يبقى هو على معلوم يعني المكلف، وقد قال بعض العلماء على المعلوم هذه يعني لا أعم منها، فهنا يكون في هذا الباب على المعلوم على المكلف الذي أتته التكاليف، والمكلف له ضوابط ستأتي إن شاء الله أو يأتي تفصيلها، ومن سيكلف يعني المسألة مستمرة، بأن هذا قضاء الله جل وعلا على كل مكلف، على التعميم هنا على كل مكلف يعني كل مكلف، ومن سيكلف كان صغيرا فسيبلغ الحلم أو غير ذلك. قال هو قضاء الشارع على معلوم بأمر ما، بأمر ما، بأمر ما، هو إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا. عندما يقول بأمر ما يعني أمر طلب فعله، أو أمر طلب الكف عنه، أو أمر خير منه، أو في أمر جعل له علامة للوصول إليه، علامة للوصول إليه، فتكون هذه من باب الوضع. يعني هنا في قوله قضاء الشارع، الحكم هو قضاء الشارع على معلوم، والمكلف كما قلنا بأمر ما، طلبا أو وضعا أو اقتضاءا أو تخييرا، اقتضاءا أو اقتضاءا يعني طلبا أو وضعا أو تخييرا. قال نطقا أو تصريحا، نطقا كقول الله تعالى الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في قول أقم الصلاة لذكري، فهنا نطقه الآن أمر بالصلاة الذي هو يجب معه الصلاة، أو مفهوما أن يكون هذا لازم القول، أو قل المستنبط من القول، أو من تمكنت فيه العلة لتعرف، لأنه كما قلنا مدارك الأحكام على النص وعلى المعنى، إما النص كقول أقم الصلاة، وإما المعنى كمسألة البيرة تحرم كما أن الخمر تحرم، أو بالمفهوم مفهوم الموافقة كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا الضرب محرم، وهو مفهوم معقول من على هذه مفهوم الموافقة، على أن العلة متمكنة فيها أكثر من المنطوق، العلة متمكنة فيها أكثر من المنطوق، لذلك قال نطقا أو استنباطا. والنطق أيضا كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وأيضا لا تجمع المرأة مع عمتها أو لخالتها، أو استنباطا أن يجمع بين أختين من الرضاع، ولأن النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ففيها الحق بهذا الحكم. فإذا هو قال قضاء الشارع على 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 المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، هذا الحكم أو الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي. وقد نقول بأن أفضل من ذلك في التعريف ويكون أيضا جامعا مانعا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ولأن أصلا الوضع أيضا يدخل في ذلك عملية الاستنباط، مسألة الشيء سبب لشيء آخر. فنقول خطاب الشارعي، الخطاب هنا مضاف
والشارع مضاف إليه، خطاب الشارع والشارع والله جل فعلا. الرسول ليس مشرعا. سيأتي في كلام المصنف هنا في أنه يبين أن التشريع حق محض لله جل فعلا. وخطاب الشارع قلنا نطقا أو استنباطا، نطقا يدخل فيه على ما قال هو خطاب الشارع، فسيكون الخطاب مضاف إلى الله جل فعلا، هو كلام الله سواء كان متواترا أو غير متواتر. ما دام هو الله هو المشرع، يبقى خطابه هو التشريع، وخطابه قد يكون متواترا كالقرآن، أو يكون كالأحاديث المتواترة أيضا، أو يكون أحادا كالسنة، غالب السنة والأحاديث القدسية أيضا قد تكون وقد تكون. فيكون خطاب الشارع دخل فيه الكتاب وأيضا فيه السنة، لأنه كما قلنا فيه افعل أو لا تفعل، كقول النبي إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، فهذا فيه افعله الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائمة، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، لا تستقبل القبلة لا تستقبلوها، قال ولكن شرقوا أو غربوا لأهل المدينة خاصة. فالحاصل بأنه خطاب الشارع، يبقى إذن خطاب الشارع وكلام الله جل وعلا سواء كان متواترا أو كان أحادا، ولأن القرآن والسنة صنوان لا يفترقان، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فيكون هنا خطاب الشارع من الكتاب أو من السنة كما قلنا، والسنة وحي كما أن الكتاب وحي، لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والبيان هنا يكون بالكتاب ويكون أيضا بالسنة، فإذا ثم إن علينا فهي من الله جل في علاه، وأنزع عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحق أن الأدلة كثيرة جدا على أن السنة وحي، كما قال اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى سوف أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب عليه وسلم. إذن هذه يعني فيها بيان على أن خطاب الشارع اللي هو قضاء الشارع على ما قاله، قضاء الشارع والقضاء في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، والإجماع يبد أن يكون مستند من الكتاب والسنة. طب هل القياس قضاء الله جل فعلا؟ هنا نقف بعض الوقفة القياس، لأن احنا قلنا مدارك الأحكام نص ومعنى، هل القياس هو حكم الله؟ فالحق أن نقول أن حكم الله يكون غائبا غير معلوم، يعني يكون غير معلوم وهو متعين عند الله جل فعلا وهو واحد، أما في نظر المجتهدين فيختلف، لأن منهم من يختلف في العلة الاستنباطية والعلة المنصوص عليها وغير ذلك من الأمور. لكن القياس نقول القياس الذي فيه مطابقة هو القياس الذي تمكنت فيه العلة وطابق فيه الأثر، كما جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للنبي أنهم قالوا له مات رجل عن امرأة معقود عليه فما له؟ قال ما عندي فيها سنة. شهرا كاملا يرده ما عنده سنة. قال أجتهد رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. ثم قال عليه العدة لأنها زوجة، ولها المهر كاملا لأنه مات عنها زوج، ولها الميراث. فقالوا لابن مسعود قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع من تواشق من مثل ما قضيت، فخر ساجدا لله جل في علاه على الموافقة. إذن هنا نقول بأنه يعني القياس ليس كل القياس أن نقول هذا حكم الله، لأنه لا يصح أنه نظر محض نظر، فنقول هذا الأقرب إلى أن يكون هذا حكم الله جل في علاه، لأن حكم الله هو متعين لكن عندنا غير متعين، وأيضا هو واحد ليس متعددا، فلذلك نحن نقول أقرب الأقوال إلى أن يكون هذا هو حكم الله هو هذا. فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، والتعلق بخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لأنه بحث أصول الفقه لا يبحث في أصول الدين، بحث أصول الفقه لا يبحث في أصول الدين، فهو يتعلق بأفعالهم لا باعتقاداتهم، فهو يتعلق بأفعال المكلفين حرام حلال مستحب مكروه نعم جائز مباح، وهو الذي قاله بأمر على المعلوم. المعلوم اللي هو إيه؟ اللي هو المكلف. بأمر هو الأمر هنا نطق استنباطا يكون فيه كما قلنا مسألة الاقتضاء، والاقتضاء هو طلب الكف، طلب الفعل أو طلب الكف. طلب الكف إما أن يكون واجبا أو طلب الفعل مطابقا أن يكون على الوجوب أو على الاستحباب، طلب الكف يكون على التحريم أو على الكراه، ثم التخير بينهما على الغالب، ثم التخير بينهما على الغالب. فهو قال بالاقتضاء أو التخيير
هو المباح الذي دخل تقريبا، او الوضع. والوضع هو ان 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 الشارع جعل شيئا اماره لشيء، او حكما اماره لشيء، او حكما لشيء. هذا هو الكلام على نطقا او استنباطا في هذا الباب على الطلب او الاقتضاء، اللي هو الاقتضاء على الطلب او طلب الكفة وطلب الفعل او الوضع. والوضع هو الاحكام الوضعيه التي جعلها الله جل وعلا سببا للاحكام التكليفيه، او علامه على الاحكام التكليفيه، يعني تكون سبب الاحكام التكليفيه او علامه على الاحكام التكليفيه، كما قال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. قال: اقم الصلاه لدلوك، يبقى دلوك الشمس جعلها علامه على 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 الصلاه، علامه على دخول وقت الظهيره، وجعل الغروب علامه على على صلاه المغرب، على دخول صلاه المغرب. هذا معنى قول المصنف انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحاكم، قال والحاكم هو الله، طبعا لا حاكم سواه سبحانه وجل وعلا، والحاكم هو الله. طبعا هذا شرعا عقلا، ان الحكم لا يكون الا لمن يملك الطعام والشراب والعطاء والمنع والاحياء والاماته. قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال جل في علاه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله. وقال الله تعالى: الله يحكم لا معقب لحكمه. قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالمسألة هنا الحاكم الذي يقضي الذي يشرع هو الله وحده لا شريك له، والذي خلق ورزق وأعطى ومنع والأحيا ومات، والذي يشرع سبحانه جل في علاه. فالحاكم هو الله سبحانه، لا حاكم سواه، الحاكم هو الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا أقول الآن هذه المسألة مسألة عزيزة ومسألة عظيمة جدا، وأن الحاكم هو الله، أن الحاكم هو الله جل في علاه. قد نستنبط منها مسألة عظيمة جدا. ما هي المسألة التي يمكن تستنبط منها في هذا الباب؟ إذا قلنا بأننا إذا تكلمنا عن القضاء الشرعي فالحاكم القاضي هو الله جل في علاه، ورسول مبين، فالحاكم هو المشرع. فبما نستفيد من هذه؟ أشرب وأتيكم. بما نستفيد من هذه؟ أريد الفيس، ما أريد المكسر، أريد طلبة العلم هنا. بما نستفيد؟ بأننا قلنا الحاكم هو الله وحده ولا شريك له، والرسول ليس حاكما وليس مشرعا. بما نستفيد من ذلك؟ السنة وحي وليست من عند الله، الأحكام التوقيفية جيد، لكن ليست هذه الإجابة أيضا. وللنبي الاجتهاد جيد. ما زلت انتظر أين الإخوة الذين يدرسون أصول الفقه ويريدون الإتقان فيها. لذلك صراحة دراسة الأصول من الأهمية بمكان في هذا الباب. هنا عندما نقول الحاكم هو الله وحده لا شريك له، يعني المشرع هو الله وحده لا شريك له، لا حاكم سواه، إن الحكم إلا لله. الحق أن نقول هذا الباب ممتاز يا مولينا، ما هذا البركة التي نحن فيها، ممتاز يا مولينا. وكان محطوط بها عن حكم غير ما شرع الله. ايه ده ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ممتاز 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 ممتاز. هذا صحيح. اذا قلنا مدارك الاحكام يعني نص ومعنى، فالنص لانه نص من الكتاب والسنه، لان الله المشرع والحاكم سبحانه وجل في علاه، والمعنى هو القياس الذي يوافق النص، المعنى هو القياس الذي يوافق النص، لان الله من سنن الكونيه بين لنا ان ده من السنن الكونيه، أن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. فتكون هنا إذا قلنا مدارك الأحكام من الله جل في علاه نص ومعنى، المعنى معنى حكم الله جل في علاه، ولأن الشرع جاء لا يفرق بين النقيضين، فهنا قد نقول القياس الصحيح هذا التقييد. إذا قلنا من كلام الشافعي على مسألة التشريع نقول: ومدارك الأحكام نص ومعنى صحيح، نص ومعنى صحيح. وهنا يتبين لك الكلام على مسألة الاستحسان وقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، لأن التشريع حق محض لله جل في علاه، التشريع حق محض لله جل في علاه. فإذا لما نقول هنا مسألة النص جاء من الكتاب والسنة في هذا الباب، إذا من ابتدع في دين الله جل في علاه لم يجعل الله حاكما، بل نازع الله في الربوبية،
حتى الاستحسان. ولذلك حدة اللفظ من الشافعي في مسألة الاستحسان، يعني الاستحسان يدخل في المعنى، يدخل في القياس أو في مسائل للقياس. طبعا معروفون معروف الاستحسان يعني الأمر يعني يكون لداع غير العلة التي جاء فيها الحكم، لكن هو نص أيضا ومعنى. فلذلك الشافعي قال من استحسن فقد شرع، فما بالك بمن ابتدع في دين الله جل في علاه، فما بالك من يقول البدعة حسنة وبدعة سيئة، وبدعة مذمومة وبدعة ممدوحة، أو من قال الأحكام التكليفية تدل على البدعة. خطأ مبين، هذا خطأ مبين من علماء النبلاء، لكن أخطأوا، لهم التبجيل والتوقير عندنا، ولكننا لا نأخذ بقولهم لأنه خطأ مبين، لأن المبتدع ما شاء الله رضي الله عنك يا مولينا. نعم، هو زيادة الحرص على الطلب هو الذي بالممارسة يكون الإتقان. فالمبتدع ينازع الله في الربوبية، والله جل في علاه يقول إن الحكم إلا لله، ويقول ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهو المشرع، حتى النبي غير مشرع، حتى النبي ليس له أحقية التشريع. فلذلك قلنا هذه تدل، هذا شوف أصول الفقه هنا تدل أن الحاكم الله وحده لا حاكم سواه. هذا نبذل البدعة، بلى صحيح يا نفوس ذكية، بلى، فهذا نبذل البدعة، لأن المبتدع يستحسن ويشرع، والتشريع من الله جل في علاه وليس فيه إلحاق. المبتدع كما قلنا يشرع، لذلك إن البدعة فيها كما قلنا فيها خلل يتدخل في التشريع. فهذه مهمة جدا عن قوله الحاكم هو الله لا حاكم سواه. يبقى إذن المبتدع منازع لربه في التشريع، منازع لله جل في علاه في الربوبية. فلا بد يعني أن نمحص النظر في قول المصنف والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. ثم قال والرسول مبلغ مبين، أراد أن يبين إني أتبنى بأن الرسول ليس مشرعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، ليس مشرعا ولكنه ناقل للشرع. وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنت ترى كثير من الآيات والأحاديث ما تتأتى إلا لبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحقية في البلاغ لا في التشريع. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، هذه وظيفتك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا قول الله تعالى إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. قال ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك نافت في رواية الروح الأمين أنه تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جعله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال اكتب والله ما يخرج من هذا إلا الحق، وكم من سائل يسأل هو يسكت، ثم يقول أخبرني بها جبريل آنفا، ثم يقول أخبرني بها جبريل آنفا. وهناك من قال أنه مشرع، أن النبي مشرعا، وهذا صراحة ضعيف، لكنهم استدلوا عندهم شبه أدلة من هذه الأدلة يعني يتمسكون بها. في الحج عندما أمرهم بالحج فقالوا أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قالوا هنا يقول لو قلت نعم، هذه دلالة أنه مشرع، وتمسكوا بقوله خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. فهنا في قولي خشيت أن تفرض عليكم فيها دلالة واضحة جدا على أنه يعني بفعله يمكن أن تفرض. فالصحيح أن نقول أما الثانية فضعيفة، وأما الشبهة الأولى فقوية بعض الشيء، عندما قال لو قلت نعم لوجبت، لكن الصحيح أن نقول لو قلت نعم بالوحي لوجبت، التقدير للمحكمات لو قلت نعم بالوحي لوجبت، لأن المحكم ما على الرسول لا البلاغ، المحكم إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين. لذلك الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة وحي أيضا. فلذلك طاعة الرسول جعلها الإنسان جعل الله طاعة مستقلة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله مستقلة، وأطيعوا الرسول مستقلة، وأولي الأمر منكم يعني تابعة لرضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرسول. ففرق هنا لما قال الحاكم هو الله جل في علاه وحده لا شريك له، فرق وقال والرسول مبلغ مبين،
والتبيين هنا حتى أن السلام ناقل للبيان ليس مبينا. في حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للبيان ليس مبينا. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يوحي إليه الله تعالى به. فالنبي في حقه أمر مبلغ للبيان وليس هو مبينا، ليس مبينا بل هو مبلغ للبيان، وهذا الراجح الصحيح. وهذا فيه رد على الأشاعرة، لأنه تكلم عن النزول، تكلم عن الرحمة، وتكلم عن الحب، وتكلم عن البغض، ولم يبين شيئا مما قالوه. ففي رد واضح على الأشاعرة في هذا الباب بأن النبي مبلغ للبيان. يا أيها الرسول، قال الله تعالى: وأنزلنا لك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.